صباح الخير. بالنسبة للإيج بلان برمجان أو اللي هو البتنجان اللي بالجبنة البرمجان، ده بيتعمل ومعاه دجاج وبيدخل الفرن وبياخد وقت طويل، لكن لو حبيت أنا أعمل طريقة تانية وأعمل البتنجان نفسه كقطع من السندوتشات، يعني أعمله ويبقى هو نفس البتنجان اللي هستعمله هيبقى سندوتش، فبجيب قطع البتنجان وعلشان ما تشربش كمية كبيرة من الزيت أنا بجيبها وبحطها في شوية من الدقيق، نضغط عليها هنا في الدقيق وبعدين بناخدها واخلي الحته اللي هي الحز بتاعها على اساس انها يبان اللون الاسود، ونحط كام واحده هنا في الدقيق وبعدين بنحطها في قلب البيض، تاكد انها اتسقت كميه بيض كافيه، وبعدين بنحطها في البقسماط. تكرر نفس الحكايه مع البتنجان بعد ما بطلعه هنا من الدقيق، اتاكد ان اي دقيق زياده بشيله منه، وبعدين اخده واحط في البيض واتاكد كل البيض لزق في البتنجان وهكذا، ونكرر نفس الحكايه. ودوت اللي انا هعمله على اساس هيبقى هو دوت فكره السندوتشات. نقلب البتنجان هنا اهو، نقلب قطعه البتنجان الثانيه، وبعدين بضغط عليها على اساس اتاكد ان البقسماط لزق، ونفس الشيء بضغط عليها، واذا كان في اي حاجه على الجناب بتخلص منها. يبقى انا عندي دلوقتي نوت البتنجان الحتة السوداء باينة، والناحيتين فيهم البقسماط كافي اللي هو هيبقى جاهز ان انا اقليه. حطه هنا في القلاية، تكرر مع قطعة بتنجانة التانية ونقليه. في الحالة دي مش هتشرب مية كتير، مش هتشرب زيت كتير، ومش هياخد وقت كتير في التسوية. مجرد ما بضغط عليه وكمية كافية من الزيت او زيت بيكون حرارته حوالي 160، يلون من ناحية دي ومن ناحية التانية، سيبه لغايه لما ياخد اللون اللي هو الذهبي، يتحكم في درجه الحراره عشان ما تشربش زيت كتير، لازم يكون الزيت سخن. قلبه هنا اهوت، وعبال ما دوت يستوي، عشان اختصارا للوقت احنا وصلت لنا الفكره لغايه دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل بتنجان ونسويه ونخليه ويبقى مقرمش، ما بيبقاش طري. فبعد ما بقليه بالطريقه ديت ويوصل للون الذهبي اللي انا عايزه، ده ممكن اخليه عندي بعد كده واكله في اي وقت. يبقى ده ممكن هو دوت اللي ممكن اعمل منه السندوتشات. قصدي ايه بالسندوتشات؟ انا بجيب قطع البتنجان، نحط هنا كام قطعه، وبعدين بنجيب جبنه لو حابب، مش لازم تكون جبنه برمجان، حته من الجبنه البيضه، او حتى لو حابب احط لبنه نحط شويه صغيرين هنا من اللبنه، وبعدين ندهنها تبقى دوت رق. وبعدين نيجي نحط قطعة تانية هنا هوت، ممكن من قطعة من اللحم، نجيب قطعة لحم أو دجاج ممكن يكون مشوي، نحطها بالطريقة دي، وناخد قطعة تانية نقطعهم كده اهو، ممكن طماطم، نحط قطعة طماطم برضو رقات، نفس الشيء فوق الطماطم ممكن نحط قطعة من اللبنة أو الجبنة، نحطها شوية هنا اهو، ويبقى عندي رقات معمولة. واخر حاجة طالما احنا قلنا سندوتشات يبقى اكيد هحط عليها قطعة تانية من البتنجان. يبقى كده رقات البتنجان ممكن تكون سندوتش معمول وهو نفس السندوتش، درجة الحرارة بتاعته يكون درجة حرارة الغرفة، يعني مش محتاج ان انا اسخنه او اسويه او احطه في الفرن تاني، لان كل حاجة محطوطة فيه كانت مستوية. ودوت الزيت اللي هو قلنا بنسيبه يغلي، بخلي درجة الحرارة بتكون زي ما احنا شايفين بتغلي، بقلبها على الناحيتين، وكل لون بيكون هو اللون الذهبي اللي احنا شفناه لما عملنا الساندوتش بتاع البتنجان. يبقى ممكن دلوقتي ناخد ساندوتش بتنجان من غير ما نستعمل كميه كبيره من النشويات، والنشويات هتكون بس هو دقيق البقسماط اللي حطينا عليه. جربوه ان شاء الله يعجبكم ويخلي صباحكم ويومكم اطيب.